إذا أرادت أن تسافر ليوم وليلة فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. زين، هل هنالك من علة أم ما كاينش العلة؟ هناك بعض العلماء من يرون هذا الحكم هو الأصل وما كاين حتى شي علة، لكن بعض العلماء يشيرون إلى أن سفر المرأة ليلة ويوم لابد أن تصحب معها المحرم، وذلك لعلة خطر محدق يطوق المرأة عند السفر، لأن الطرق لم تكن آمنة ولم ولم. ودليلهم في ذلك أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يشير لسيدنا عدي بن حاتم حينما جاء فأسلم قبل الإسلام، فأخبر أن الضعينة، الضعينة هي المرأة، قال له: لئن أحياك الله، لئن أحياك الله لا ترين الضعينة تخرج من حضر موت تأم بيت الله بوحدها، لا تخاف إلا الله. ففي هذا الحديث إشارة إلى انتشار الإسلام في ربوع الأرض، وبانتشار الإسلام ينتشر الأمن والأمان، فإذا انتشر الأمن والأمان انتفت علة عدم حلية خروج المرأة لوحدها حينما كانت تخاف على نفسها حين عدم وجود الأمن. أما وقد انتشر الإسلام وظهر الأمن، مشات هذيك المسألة نتاع الخوف، فبدأت تخرج لوحدها. وقال عدي بعد أن أطال الله عمره: والله لقد رأيت المرأة تخرج من حضر موت لوحدها تأم بيت الله الحرام. ولذلك المسألة نتاع المرأة تخرج مع محرم حينما تسافر، هذه الوقيته اللي كتكون مثلا ان شاء الله تبارك وتعالى تكون الخوف وكذا، هكذا كيقول بعض العلماء، منين ما يكونش يمكن للمراه مثلا ما تخافش على راسها، كتمشي بالطياره وتمشي للمكان الفلاني، وفي ذاك المكان تلقى فما امها ولا تلقى اخوها ولا تلقى شي واحد ويديها وكذا. يعني المساله ديال الامن انها لا تمس باذن الله في ذاتها ولا في نفسها ولا في شرفها، هذا ان شاء الله تبارك، وخاصه في زماننا هذا. هذا النوع نتاع هذا الفقه والإصرار على أن المرأة خصها ما تخرج إلا مع ذي محرم، في هذا الزمن هذا دار مشكلة كبيرة في أوروبا. ملي مشيت لألمانيا، الأخوات هادي يسافروا غير من مدينة لمدينة في الكار ديالهم باش يمشيو يحضروا في واحد الجمع دعوي، وفتهم قال لهم: لا يجوز إلا مع ذي محرم. ثم يا بنادم، في الألمان اللي كل شيء يدعي للفجور والعالم مفتوح، وانت امين على نفسك تمشى في الليل ما كاش اللي يقول لك، المرأة تمشى في الليل ما كاش اللي يقول لك، باش تمشيو وانتم ديروا الدعوه قبضي نساكم تقول لهم ان شاء الله ما خصهم حتى ذي محرم، يوقف ذوك حتى اخر انتم تعرجوا روحوا معهم. كيف صراك واسمرك وتقولوا واسمرك تقولوا؟ فعلا هذه بصفه عامه، بصفة عامة. المرأة هنا يا مسكينة مضطرة، صابت كونترا باش تمشي تخدم، وتمشي إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجموعة نتاع النساء، ويمشوا تما ويسبوا الكرا ويسبوا كذا ويسبوا كذا. لحد الآن ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي مشكل، إذا كانت المرأة تخاف سيدة ربي وتدير كذا وغادية. هذا بصفة عامة. لكن شي حوايج عاودة، شي حوايج يوليونا عاودة نخافوا مسألة الذي يقع للنساء. ملي تشوف عاودك واحد العدد نتاع النساء نتاعنا اللي كيمشيو تما، راه مشكلة ما خصش يمشيو كاع. هذا فرق ما بين هذو وهذو. هل الأخوات اللي كيتكلموا على أنهم جاو يخدموا متحجبات ومدينات وجاو على أساس الشيء ديال العقد ويخافوا سيدي ربي؟ أما الأغلب والمسائل اللي كاينة هذيك حاجة أخرى، سواء مشاو مع محرم ولا ما مشاوش مع محرم، سواء قعدوا هنا ولا مشاو مع محرم ولا مشاوش معه، هذا هو. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يحفظ بناتنا ونساءنا، والله تعالى أعلى وأعلم.